اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. خليني بس ااكد على معلومه بدايه المشوار بتاع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله العشره يا اهلي، ان شاء الله البدايه هتكون مع المريخ السوداني يوم 16. المباراه اتاجلت، كان محدد ليها طبعا الجوله الاولى من 12 او 13 فبراير، لكن الاتحاد الافريقي اجلها طبعا عشان مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، واحتماليه وليه لا، ومن حقنا نحلم وقول زي ما انت عايز تقول، ليه ما نكونش موجودين في المباراه النهائي. الحقيقه يعني انا عارف طبعا ان كل جماهير النادي الاهلي مستنيه مشاركه الاهلي في البطوله، لكن انا مع فكره انه عندنا مباراه انا بشوفها في غايه الاهميه لاسباب كتيره جدا، سواء كنا بنتكلم على التحضير والتجهيز وانك انت تروح في حاله معنويه ومستوى ثقتك بنفسك في اعلى درجاته قبل ما تشارك في كاس العالم، او سواء فيما يتعلق بالمنافسه على بطولة الدوري وتحقيق 3 نقاط ياخدوك خطوة مهمة جدا تبعد بيها واحد من الفرق اللي قالوا ان هو هينافس، هو ما دخلش في المنافسة لغاية دلوقتي. بنتكلم على ماتش بيراميدز واسباب تانية كتير، هنتكلم على مشوار الاهلي، وهنتكلم ونعدي سريعا كده على ماتش المقاولين اللي بشوفه نقطة فاصلة، بشوف الشوط الثاني تحديدا حجر زاوية في مشوار النادي الاهلي قبل ان شاء الله كاس العالم وقبل دوري ابطال افريقيا. بشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح، هو ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، اهلا بيك وسعيد بوجودي معاك، واهلا طبعا بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. وشك حلو كان علينا لما كنت مشرفنا هنا في السادسه قبل نهايه بطوله افريقيا. قبل نهايه بطوله افريقيا الحمد لله. ان شاء الله يكون وشك حلو علينا كمان في كاس عالم انديه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم. ان شاء الله النادي الاهلي ماشي بشكل جيد، واعتقد احنا كنا اتكلمنا احمد قبل كده على قبل بطوله افريقيا، النادي الاهلي مركز كل بطوله بياخدها على حده، ودي ميزه النادي الاهلي، انه يعني حتى لو كان في وقعات يعني خساره او تعادل لا قدر الله، يعني النادي الاهلي بيعرف يلم نفسه بسرعه، بيعرف يجمع لعيبته بسرعه. الناحيه النفسيه والتكتيكيه، بعيدا بقى عن النواحي الخططيه والتكتيكيه والحاجات دي، ولكن الناحيه النفسيه بتفرق جدا 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 في النادي الاهلي، في لمه الجهاز الفني باللاعبين بمجلس الاداره، وبنقفل على نفسنا، بنعرف نجمع نفسنا ونلم نفسنا كويس قوي قبل كل بطوله، وده اللي ان شاء الله هيفرق كتير معانا جدا ان شاء الله في طول كاس العالم للانديه باذن الله. شوط اول مثير للقلق، شوط اول ضعيف على كل المستويات، شوط اول محبط لجماهير النادي الاهلي، في مقابل ده شوط ثاني ولا اروع، ريمونتادا بتعكس شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، وكوره بيقدمها النادي الاهلي لجمهوره تمتع وتبسط وتقول زي ما انت عايز تقول. ايه الفرق بين الشوط؟ انت تابعت طبعا ماتش المقاولين، ويمكن السيناريو ده مش ماتش المقاولين بس كابتن اشرف، السيناريو ده شفناه في اكتر من مباراه النادي الاهلي، شوط اول روتيني قوي بيروقراطي قوي ما فيهوش خالي من الابداع والامتاع، وشوط تاني فيه كل فنون الكوره وفيه سكور وفيه نتيجه وقول زي ما انت عايز تقول. ليه التباين ده من وجهه نظرك؟ طيب خليني هروح طبعا معاك لمباراه المقاولين، ولانها مباراه فعلا زي ما انت قلت يعني مش فاصله، احنا لسه بدري قوي في بطوله الدوري، ولكن بتحكي او بتقول للناس ان النادي الاهلي قادر في اي وقت انه يغير نتيجه، انه لو في تراجع بيقدر يعيد مستواه مره ثانيه ومستوى لعيبته، يقدر يتسيد الامور داخل المباراه. ولكن خليني اروح لنقطه انا شايفها فاصله جدا، ولابد ان مجلس الاداره، وانا واثق من ده، ان هم هيراعوا ده بشكل كبير جدا. موسيماني الحقيقه انا شايفه من تصريحاته انه ابتدى يتخوف، يبقى عنده قلق شويه من الاراء اللي موجوده او الاراء المتباينه في الاعلام الرياضي. احيانا بنشوف بعض النقد ممكن يكون مش بناء، ممكن يكون نقد موجه، ممكن يكون نقد بناء، يعني ايا كان، ولكن انا شايف ان التوقيت ده النادي الاهلي لابد ان يكون، او موسيماني تحديدا لابد ان يكون مركز بشكل كبير جدا جدا في مباراه النادي الاهلي، سواء في البطوله المحليه او في بطوله كاس العالم. شايف الراجل ابتدى ينشغل بالاعلام شويه، تصريحاته بتقول كده، تصريحاته حتى في المؤتمرات، في المؤتمرات، تصريحاته كمان في صحيفه يعني مش فاكر اسم الصحيفه في جنوب افريقيا، ابتدى ينشغل اكتر شويه باراء الناس فيه، وانه هل في تطور في اداء النادي الاهلي ولا لا، هل موسيماني قادر على تغيير اداء النادي الاهلي ونتائجه ولا لا. انا شايف ان موسيماني ماشي بشكل مميز جدا، 20 مباراه 17 فوز 3 تعادلات من وقت ما تولى اداره النادي الاهلي، حصل على بطوله الدوري، حصل على بطوله افريقيا، الكاس، وصلنا لكاس عالم انديه، متسيد بطوله الدوري حتى الان، يعني الراجل ماشي بشكل رائع جدا. انا اتمنى ان هو ما يشغلش باله بالاعلام، في ناس كتيره جدا بيبقى ارائها حتى ما فيهاش نقد ايجابي، بيبقى نقد بشكل سلبي، نقد عشان يبعدك عن تركيزك. اتمنى ان بس
الاداره عندنا في النادي الاهلي تبتدي. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ليه دور كبير جدا جدا في ده، انه يبتدي يخلي موسيماني ينشغل اكتر داخل الملعب ويبتعد تماما تماما عن الاعلام او السوشيال ميديا، لانها فعلا النقد فيها ما بيبقاش بناء، معظم النقد فيها بيبقى سلبي وبيبعدك عن التركيز. دي نقطة مهمة جدا أتمنى أنها تراعى في الفترة اللي جاية. مباراة المقاولين بالتأكيد مباراة بتدل على شخصية زي ما قلت أحمد، طبعا شخصية النادي الأهلي وأنه قادر أن يعود في أي وقت. الفرق ما بين الشوط الأول والتاني هو النادي الأهلي تدارك أنه دي مباراة حاسمة، أنه مباراة المقاولين العرب ثلاث نقاط هم مباراة هتحسم بطولة الدوري. وده اللي دايما بيحسم المباريات، وده ده دايما بيفرق في او شخصيه لاعب النادي الاهلي عن اي لاعب اخر، انه كل مباراه، مش كل بطوله، كل مباراه بيعتبرها هي المباراه الفاصله لهذه البطوله. وبالتالي النادي الاهلي بالتاكيد ما بين الشوطين فرق كتير جدا جدا موسيماني في كلامه كابتن سيد عبد الحفيظ في انه لابد ان تدارك النتيجه. بالفعل الاداء كان سيء جدا في الشوط الاول، وده لا ينفي ابدا اداء نادي المقاولين العرب. نادي المقاولين كان بالفعل اداؤه مميز، وقدر يلعب كابتن عماد النحاس قدر انه يلعب على الهجمات المرتده، صحيح كان مقفل بشكل كبير، كان عامل زون في نص الملعب او في وسط الملعب، ما كانش بيهاجم بشكل كبير، ولكن الهجمات اللي راح بيها يمكن هم الهجمتين ثلاثه قدر يحرز منهم هدفين. وكان متراجع بشكل كبير، وده اللي خلى النادي الاهلي في البدايه او في بدايه المباراه يكون شويه يعني متراجع، وما كانش قادر يؤدي الهجمات بشكل كبير. الشوط الثاني بالتاكيد شخصيه النادي الاهلي ظهرت، لعيبه النادي الاهلي ابتدت تركز بشكل كبير، وابتدت الهجومات الهجوم من 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 النادي الاهلي من الاطراف ومن الاعماق من العمق، خاصه الاطراف اشتغلوا بشكل كبير جدا علي معلول وهاني الشوط الثاني. ده فرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في المباراه. كان معانا سكايب فضل. يمكن قبل وجودك معانا في الاستوديو على الهواء على طول كابتن نبيل معلول طبعا. شفت المدرب طبعا التونسي الشهير والمحلل الحقيقه التونسي الشهير، كان معانا مداخله هاتفيه، وكان بيتكلم على فكره انه مهما تقول للعيبه انه ما تشغلش بالك بماتش او ببدايه مشوارك في كاس عالم انديه وركز في المباراه بتاعتنا، ده مش هو وجهه نظره، مستحيل يحصل. هل تفتكر انه يعني تركيز اللعيبه او انشغالهم بمشاركه في كاس ممكن يكون ليه تاثير، يكون في اصابه او ان يكون يعني مثلا يعني كل واحد خايف على نفسه وعايز يشارك في كاس العالم؟ طبعا لاعب كره القدم مستحيل انك تبعد تفكيره عن حلم، مش اقول كاس العالم للانديه حلم، ولكن هي بطولة كبيرة جدا الناس كلها بتتفرج عليها، العالم كله بيتابعها، وبالتالي عايز اقول انه ممكن يكون حلم لكل لاعب انه يتواجد مع النادي الاهلي نادي القرن في بطولة كبيرة جدا زي بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي بتاخد حيز او جزء من تفكيره، وبالتاكيد بتشغله عن او تركيز او تبعده شويه عن تركيزه في المباراه بالتاكيد يعني. ولكن انا عايز اقول بس انه النادي الاهلي دايما بيفرق كتير جدا جدا احمد، دايما بنتكلم في شخصيه اللاعب النادي الاهلي، شخصيه لاعب النادي الاهلي بتفرق جدا 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 في المباريات. زي ما بقول لك العوده للمباراه في مباراه المقاولين، بنشوف النادي الاهلي في مباريات كتيره جدا جدا في بلس 90 زي ما بنقول، بيقدر يحسم مباريات في اخر دقائق من حتى الوقت بدل الضيع. ده دليل انه النادي الاهلي دايما مركز، لعيبته دايما عندها الاراده والطموح والقوه والتركيز انه يحسم المباريات حتى لو في اخر ثانيه من المباراه. النادي الاهلي قادر على ده، وان شاء الله في مباراه بيراميدز كمان اتمنى انه الاضافه اللي انت قلتها دلوقتي انه يبتعد شويه عن فكره كاس العالم انديه، لان مباراه بيراميدز مباراه هتكون فاصله جدا جدا في بطوله الدوري، مش بس علشان نتيجه المباراه او الثلاث نقاط، ولكن عشان بيراميدز كمان يبتعد اكتر عن المنافسه، لانه بالفعل فرقه جيده. انت هتخش المباراه دي وانت متصدر قمه الترتيب، قمه الجدول ان شاء الله. الزمالك اتعادل طبعا، نتيجه جيده جدا طبعا بالنسبه لنا الحمد لله. يعني بيراميدز اتعادل المباراه اللي فاتت، والزمالك النهارده بيتعادل كمان، يعني الحمد لله المنافسين بيبتعدوا. انا اتمنى ان هم ما يبتعدوش كتير، يعني انا شخصيا اتمنى انه يعني هو تظل المنافسه، ولكن بعيد. يعني انا قلت هم قالوا ان هو هيبقى السنه دي طبعا بالسكواد، عنده سكواد محترمه يعني عنده منتخب اهلي وزمالك صحيح. يعني صحيح. واخد من هنا واخد من هنا صحيح. عنده اسماء تقيله جدا، لكن واقع الحال والعروض اللي بتتقدم بتقول لا، بيراميدز مش
او بعيد حتى اللحظه عن المنافسه بشكل كبير. انا ده ما ينفيش تماما، لانه المباراه دي مش مباراه نقاط. يعني انا شايف انه الماتش بين الاهلي وبيراميدز مش هيبقى بس فكره الثلاثه بونت ولا المنافسه على لقب ده بقى ديربي شيء ما بين ده بقى ديربي، والجمهور يعني هيبص المباراه دي بنظره خاصه جدا طبعًا. بصرف النظر عن بيراميدز ترتيبه ايه، وبصرف النظر عن صراع النقاط في مشوار البطوله. متفق معاك تماما طبعا. يعني بيراميدز الحقيقه انا واحد من الناس يعني عندي الحقيقه استغراب شديد جدا جدا انه نادي بالامكانيات دي بحجم وقيمه اللاعبين المتواجدين، امكانيات ماديه كبيره جدا، يعني بتكلم عن تعاقدات كبيره جدا في بدايه الموسم، وكنت اعتقد انه بيراميدز هينافس من بدايه البطوله على بطوله الدوري هذا الموسم، ولكن بيبتعد سنه سنه عن المنافسه. انا ليه دايما بقول انه المنافسه مطلوبه؟ لانه بتفضل في تركيزك، يعني بتفضل اللي بيفضل لاعب الكره طول ما في منافسين قريبين بيفضل اللاعب مركز بشكل كبير جدا، عايز يطلع احسن حاجه عنده، احسن حاجه عنده، افضل تركيز وافضل اداء داخل الملعب. الحقيقه ده بيفضل، وده بيفضل مع لعيبه النادي الاهلي. اتمنى ان هم ما يبتعدوش كتير. الحمد لله طبعا النادي الاهلي تسيد البطوله من البدايه، واعتقد ان مباراه بيراميدز رغم ابتعادهم عن المنافسه شويه، ولكن بالتاكيد زي ما قلت هيكون ديربي كبير جدا، وهيكون مباراه قويه جدا جدا. واتمنى ان لعيبتنا ما تركز في مباراه كاس العالم او مباراه كاس العالم الأندية، وتركز بشكل كبير جدا في هذه المباراة. هو أنا بقول إن كل فريق بيجي يقف قدام النادي الأهلي عشان يواجهه بيركز أو بتركز لعيبته في إنها تقدم أقوى مستوياتها، تقدم أفضل ما عندها. بيراميدز بقى هتكون حالة خاصة شوية، لأن كل لعيب بيقدم أفضل ما عنده بنسبة 100% في بيراميدز، يعني هيجي قدام الأهلي ويبقى عايز يقدم 200%. هنتكلم أكتر على ماتش بيراميدز مع كابتن أشرف ممدوح في السادسة، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اتقال الحقيقة في بداية الموسم انه بيراميدز هيكون واحد من الفرق اللي بتنافس بقوة على درع الدوري السنة دي، لكن النتائج حتى اللحظة بالنسبة على الأقل للجمهور، ولو كان يعني ليه جمهور أو ليه قاعدة جماهيرية، أعتقد أنها مخيبة للآمال. احنا بنتكلم على المركز الخامس، بنتكلم على 13 نقطة، بنتكلم على 8 مباريات، 3 فوز وأربع تعادلات وخسارة. أعتقد أنه نتائج محبطة بشكل كبير جدا، لكن ده ما يمنعش أنه بيراميدز أمام الأهلي زي ما بنشوف كل فرق الدوري، كل فرق مهما كان ترتيبها في الجدول بتيجي قدام النادي الأهلي وبتستأسد، وليه لأ وهي بتلعب قدام بطل مصر وبطل أفريقيا. مرة تانية برحب كابتن أشرف ممدوح، وزي ما اتفقنا أنه النتائج لا تتناسب مع حجم الإنفاق، ولا تتناسب مع اسماء اللي بتلعب في فريق بيراميدز. من وجهه نظرك شايف انه حاله التراجع في المستوى والنتائج هتستمر في مباراه الاهلي، ولا متفق معايا ان احنا نشوف مباراه غير؟ لا، متفق معاك تماما انه حال بيراميدز هيكون زي حال كل فرق الدوري اللي بتقابل النادي الاهلي، وهيبقى اكتر شويه طبعا بالتاكيد نتيجه انه يعني معظم لاعبي النادي الاهلي متواجدين دلوقتي في بيراميدز. ولكن الحقيقه اللي مخليني في حاله غرابه شديده جدا حاله بيراميدز والاداء المخيب للامال، نتائج مخيبه للامال، وبالتالي يعني حتى الاداء سيء جدا. بيراميدز كلنا كنا متخيلين في بدايه الموسم انه مع التعاقدات الجديده، مع كميه الانفاق الشديده جدا والكبيره جدا في التعاقدات، انه كمان حتى على مستوى المكافئات ومستوى التعاقدات العقود اللي بتاخدها او بيحصل عليها اللاعبين، كلنا كنا متخيلين انه بيراميدز هينافس على بطوله الدوري من اول مباراه، ولكن تم مباراه النهارده 3 مباريات فوز واعتقد 4 مباريات تعادل وخساره. نتائج مخيبه للامال جدا في الترتيب السادس، يعني بعيد عن المنافسه في اول 7-8 مباريات، اعتقد انه هيستمر في ده، ولكن نتيجه او مباراه النادي الاهلي هتكون مختلف، يعني الاداء هيكون مختلف، هيكون في بالتاكيد خشونه، بالتاكيد هيكون في اندفاع، وهيكون في قوه في الاداء جدا من بيراميدز، ولكن يعني كلنا امال طبعا كبيره جدا. انت رايح اشرف كاس عالم بعد المباراه دي، هتطلع كاس عالم تبتدي مشوارك ان شاء الله مع الدحيل، ومن بعدين ان شاء الله بايرن ميونخ ان شاء الله باذن الله يعني، وبعدين احنا ونصيبنا بقى يعني. بس ايه تلعب 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 مباراه بيراميدز دي ازاي؟ يعني ايه اللي انت تفكر فيه؟ ايه المكاسب اللي انت تشتغل عليها؟ تغامر بالسكواد الاساسيه ولا تخاف عليها؟
تحب تجرب ولا ما تجربش، تجرب اسماء او تجرب طريقه لعب، يعني تفكر انت لو مكان مستر موسيماني النهارده تفكر لماتش بيراميدز ده ازاي؟ في الحقيقه انا هلعب بالتشكيل الاساسي، يعني ده الطبيعي وده اللي بنشوفه دايما في النادي الاهلي، يعني احنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيعمل حاجه غير دي. كل مباراه زي ما اتفقنا بتبقى بطوله، مباراه بيراميدز هتكون بثلاث نقاط في الدوري ودايما بندور على بس انا قلت لك ليه الاساسي؟ علشان كاس العالم انديه، مش بس عشان كاس العالم انديه، عشان ماتشات بيراميدز دايما ما اعرفش ليه. يعني انا حتى يمكن قبل الماتش الاخراني ده لو تفتكر كان الدوري محسوم للنادي الاهلي، صحيح، وكنا مركزين جدا مع كنا هنلاعب الوداد افتكر قبل ما نقابل بيراميدز على طول. ما اعرفش ليه بتبقى ماتشات عنيفه، بيبقى فيها عنف اكتر من، يعني في فرق بين العنف وبين القوه، يمكن نتيجه الشحن زائد شويه بين جماهير النادي الاهلي وبين الصفقات اللي بتتم من قبل مجلس اداره نادي بيراميدز، ولكن يعني في تحدي شويه بين الجمهور وبين، يعني طبعا بيراميدز ما لهمش جمهور على ارض الواقع يعني، ولكن يعني التحدي الدائم الموجود جماهير النادي الاهلي العاشقه للكيان دايما بتحمي ناديها وبتحمي لعبتها وبتحاول دايما تبقى الخط الدفاعي الاول للنادي الاهلي، وبالتالي الصفقات والكلام الكتير عن المبالغ الكبيره اللي فيها اغراءات شديده جدا لاعبي النادي الاهلي دايما جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته بالتاكيد بيبقى واقف قصاد ده. بالتاكيد هتبقى مباراه صعبه ومباراه قويه، اتفق معاك جدا، وهيبقى فيها عنف شديد جدا، هيبقى فيها يعني ضغط بدني كبير جدا او مجهود بدني كبير جدا جدا وذهني، ولكن اعتقد ان موسيماني هيلعب بنفس التشكيل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي دايما، لانها ثلاث نقاط مهمه جدا جدا زي ما قلنا، لانه بيراميدز احنا عايزين نبتعد اكتر عن المنافسه، ودي هتفرق كتير جدا هو في المشوار. هو مش مقصر الحقيقه. يعني هو عيب بالواجب وزياده بصراحه. هتفرق كتير جدا الحقيقه انه يخسر الثلاث نقاط دي، وبالتاكيد هيفرق مع بيراميدز لو العكس لا قدر الله، هيفرق كتير جدا انه بيراميدز يتفوق ويحصل على ثلاث نقاط، هتفرق كتير جدا في مشواره بعد كده في المنافسه، وبالتالي مباراه انا شايفها يعني فاصله في المشوار، يعني هتفرق كتير جدا في مشوار بيراميدز في تكمله المشوار في الدوري. اما عن بطوله كاس العالم للانديه، يعني النادي الاهلي قادر على ده، قادر انه يتحمل، لعيبتنا الحمد لله قادره انها تتحمل مباراه الدحيل بالتاكيد اسهل بكتير من اوكلاند سيتي اللي كان في ناس كتير بتتكلم على ده. يعني طيب قبل ما هروح معاك طبعا للدحيل، انا عارف انه جمهور النادي الاهلي بيفكر في الدحيل وما بعد الدحيل، لكن انا بس عايز اقف معاك مع كلمه التشكيل. اتفضل. لانه لغايه النهارده اما التجربه علمتنا انه التشكيل اللي بنبتدي بيه الشوط الاول مش بيبقى احسن تشكيل ممكن، وفي انا كلام بمنتهى الصراحه، انا يعني من اول يوم اتفقنا هنا في السادسه مع كل الناس اللي بتتابعنا انه احنا هنكون صوت الجمهور اللي ما عندوش مساحه انه يكون موجود في المدرجات لصالح النادي ويعبر عن نفسه. صحيح. في كتير من الجماهير شايفه انه التشكيل اللي بيبتدي بيه دايما مستر موسيماني مش دايما هو الافضل، وشايفه اسماء لعيبه، انا مش هقول اسماء، لكن هي شايفه انه في لعيبه معينه محتاجه تبعد شويه، ومحتاجين لعيبه من بره تدخل تاخد فرصتها شويه، والدليل على كده حسب وجهه نظرهم انه اللعيبه اللي بتنزل الشوط الثاني تغيرت، بنشوف مع التغييرات دي شكل الفريق ليه شكل ثاني، وامكانياته بتبقى عاليه وقدراته على التهديف ومهما كانت صعوبه المباراه بتبقى احسن بشكل كتير. هل انت متفق مع ده ولا متفق انه مستر موسيماني محتاج ياخد شويه وقت يجرب فيهم لغايه لما الراجل بنفسه يستقر على معالم التشكيله الاساسيه اللي ممكن تكون ثابته ويخش بيها المعمعه بقى زي ما بنقول؟ بالتأكيد كل مدير فني ليه وجهة نظر وليه طريقة تفكير معينة وليه طريقة لعب معينة. طريقة اللعب دي بتحتاج لاعبين ينفذوا هذا الفكر. مستر موسيماني أعتقد أنه ابتدى يقف بشكل كبير على مستوى كل اللاعبين أو مستويات كل لاعبي النادي الأهلي، ولكن في بعض المدربين وأعتقد أن جمهور النادي الأهلي عارف ده كويس، دايما بيحب يكون عنده ورقه رابحه موجوده على دكه البدلاء، وده بيفرق كتير جدا 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 في الدوري المصري، بدليل انه في معظم مباريات النادي الاهلي البدائل بتفرق كتير جدا جدا في كل مباريات النادي الاهلي تحديدا، تقريبا بنسبه مثلا 70 80% البديل اللي بينزل من 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 بره بيكون ليه تاثير كبير جدا لا جدا ما احنا جدا. اعصابنا مش هتستحمل ده. لا كابتن اشرف يعني خد بالك، هو فكر انه ناس كتير بتقول لك انه الاسهل بدل ما دايما يعني تستنى لغايه اللحظه الاخيره وتتحرك، الاسهل انك انت تبتدي كده من الاول. في دي مدرسه يقول لك ريحني من الاول، بدل ما خصوصا انك انت داخل على فتره، يعني احنا ابتداء من ماتش بيراميدز
انت متشدر بنار. ده صحيح. يعني بيراميدز هنا هي مدارس احنا. رايح كاس عالم، راجع بطوله افريقيا ان شاء الله. فماتشات ما فيهاش مساحه للتجربه، ماتشات ما فيهاش مساحه لانك انت تغامر او انك انت تراهن، يعني محتاجه تكون الحسابات من البدايه فيها من البدايه واضحة وصريحة. النادي الاهلي في 4 أو 5 بطولات اثناء الموسم او في خلال الموسم 100% هيكون في روتيشن لكل اللاعبين، وبالتالي احنا شفنا ده الموسم اللي فات واللي قبله وهنشوف ده لسه مواسم طويله جدا. نادي باسم وقيمه وحجم النادي الاهلي بيشارك في 4 أو 5 بطولات كبيره خلال الموسم، سواء البطولات المحليه او افريقيا او بطوله كاس العالم للانديه النهارده اللي بنتكلم عنها، انت محتاج كل اللاعبين المقيدين في الـ في الـ في القايمه يكونوا جاهزين بنسبه كبيره جدا، وبالتالي الروتيشن كده كده هيبقى موجود. ولكن هي مدارس زي ما اتفقنا، في مدرسه بتقول انه من البدايه هلاعب كل الناس الجاهزه عندي بنسبه 100%، وفي مدرسه ثانيه بتقول انه لا انا هحتفظ بورقتين ثلاثه موجودين عندي على دكه البدلاء ممكن يفرقوا كتير، خاصه ان الدوري المصري بالتاكيد وانت متفق معايا في ده معظم فرق الدوري المصري في الشوط الثاني مستواها بينزل مش بيزيد، وبالتالي لما بيبقى في حد جاهز بدنيا وفنيا وذهنيا بينزل في بدايه الشوط الثاني او في اثناء الشوط الثاني بيفرق كتير جدا جدا في الاداء والنتيجه. تمام. هي مدارس بتفرق من مدير فني لاخر، ولكن اعتقد انه النادي الاهلي ماشي بشكل جيد، واعتقد انه الناس ما تستعجلش على الاداء لانه الاداء انا متفائل جدا جدا بموسيماني وقلت ده من البدايه، الراجل يعني فاهم بشكل كبير، مدير فني عنده نواحي خططيه وتكتيكيه وعنده الادوات اللي يقدر ينفذ بيها ده، ولكن محتاج وقت لده. كل ما اتمناه انه يبعد شويه بس عن السوشيال ميديا وعن الاعلام لان ده فعلا هياخد من تركيزه بشكل كبير جدا. عندنا قوام مهم جدا في النادي الاهلي، قوام كبير في النادي الاهلي سواء في الاساسيين او حتى على دكه البدلاء، وبالتالي انا مش متخوف على النادي الاهلي اثناء الموسم او حتى في عدد البطولات اللي هياخدها النادي الاهلي سواء في افريقيا او في البطولات المحليه. اتمنى بس التركيز وانه يعني دايما مجلس اداره يكون في ظهر موسيماني وفي ظهر طبعا لاعيبه النادي الاهلي، امر مفروغ منه بالتأكيد. خليني اسمع التشكيل الامثل، التشكيل الافضل، التشكيل الاقوى من وجهه نظرك في المرحله بدايه من ماتش بيراميدز، واعتبر ان هو نفس التشكيل اللي هيشارك في بطوله كاس العالم. يعني مين ال11 الاساسيين من وجهه نظر كابتن اشرف ممدوح؟ يعني الشناوي ان شاء الله، الشناوي مش هيبقى، وتحدد لي معاهم الاوراق الرابحه اللي انت تحتفظ بيها وممكن تلجا لها. طيب احنا يعني الشناوي ان شاء الله هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه بيراميدز ان شاء الله. ان شاء الله. وعايز بس اقول حاجه احمد، انه مش عايز الناس تظلم علي لطفي لانه حارس المرمى يا جماعه بيكون يعني اللاعب الوحيد اللي لابد انه يشارك. مفيش يعني ممكن اي لاعب اثناء المباريات ممكن يجي بسرعه، ممكن يلعب نص ساعه في ربع ساعه بعد كده مستواه يجي بسرعه، ولكن حارس المرمى لو ابتعد عن المباريات عدد مباريات كبير بيفتقد الثقه اولا، بيفتقد التمركز داخل المرمى، بيفتقد حاجات كتيره جدا، وبالتالي حساسيه طبعا طبعا. فمش عايزين نظلم علي لطفي، علي لطفي من الحراس المميزين جدا واللي النادي الاهلي شيليانكون دايما بيشيد بيه بشكل كبير، حارس مميز جدا، ولكن طبعا تالق الشناوي في الفترات اللي فاتت مخليه بعيد عن المباريات، ولكن نتمنى على فكره علي من اللعيبه اللي يعني زي ما اشرنا انه يعني كل الفرقه كانت نجوم، انا كمان قصدت بيها علي لطفي لانه علي لطفي ساهم في فوز الاهلي بنتيجه 3-2 وشال، كان ليه كوره كده شالها في من المقص تقريبا، كان محمد سمير لاعبها، كانت كره ثابته الضرب فاول اللي شاطها، كان فاول من ناحيه تالق فيها فعلا الشمال يعني وشالها شالها حارس المرمى بالفعل لابد انه يشارك، فمش عايزين نظلمه لانه بعيد جدا عن المشاركه بسبب تالق الشناوي. طبعا نتمنى ان شاء الله انه يكون يعني في روتيشن شويه علشان نقدر حتى لو في عدد مباريات عشان نقدر نعتمد عليه. تمام. طيب الشناوي حراس المرمى، الشناوي طبعا لا خلاف على محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، في بدر بانون بالتاكيد هو هيرجع اعتقد بدر بانون المباراه اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وهيكون معاه ايمن اشرف بالتاكيد، السوليه، وهيكون مع السوليه ديانج طبعا، قفشه. السوليه يلعب على حمدي دلوقتي، هو حمدي ماشي بشكل جيد، ولكن اعتقد انه ممكن موسيماني على سبيل انه
يرجع السولية بشكل كبير. السولية لعيب كبير وقادر طبعا طبعا لله في التمارين فايق بشكل كبير جدا، وبالتالي قادر انه يعود مره ثانيه يعني عشان يبقى عندي البدائل كلها. ده اللي انا بقول لك عليه، يبقى مستويات قريبه، مستويات متقاربه. طيب. يعني سولية وديانج في نص ملعب، قفشه، ورغم انه في بعض الاعتراضات على مستوى كهربا الفتره الاخيره، ولكن أيوه. انه انا شايف انه المشاركه هي اللي هترجعه، مش بس انه يقعد على دكه البدلاء. المشاركه هي اللي هتجيب كهربا. هو من زي حراس المرمى كده، هو من نوعيه أيوه يعني أيوه. خلينا نتفق ان كهربا من النوعيه عايز ياخد كتير عشان ياخد كتير عشان مستواه يزيد. طيب. كهربا وقفشه، وهيكون على اليمين مشكله على فكره. خط خط النص اللي تحت الفيرود مشكله. عندك لعيبه يعني مستواهم محترم جدا، وتحتار مين ممكن يقعد ومين ممكن يبتدي ومين فهتلاعب مين. يعني بالتاكيد انا شايف انه محمد شريف يعني محتاج ياخد، لازم ياخد لعيب هداف. وكانت من البدايه يمكن اخذت بس على مستر موسيميني انه قعده وهو فايق وهو بيحرز اهداف، ودي الحقيقه بتبقى نفسيا صعبه جدا على اي لاعب. صحيح انه الولد كان لابد جدا لا يعني عنده كمان بجد. حاسة الهداف بشكل كبير جدا يعني أيوه. بيعرف يتحرك كويس قوي داخل المرمى، بيروح للجول. ما هي دي الفكره، انت لما تبقى واثق في امكانياتك وعندك اللي يخليك تملي مركزك زي ما بيقولوا كده، وتقعد وما تتكلمش، ده بالنسبه لي انا خلاص. انا خلاص شديد يعني جدا. صحيح يعني طبعا تقدم له، انا بتكلم كجمهور نادي الاهلي يعني ارفع له القبعه طبعا يعني. صحيح يعني احنا محتارين في مع كهربا وقفشه، مش عارف الحقيقه ممكن يبقى مين. انت عندك اجاي خلاص دخل تمرين، عندك طاهر بره، عندك ما هو انا الحقيقه محتار، ولكن انا شايف انه طاهر ماشي بشكل جيد في المباريات وبيأدي بشكل مميز جدا، وابتدى يدخل مع الفرقه بشكل كبير في انسجام بشكل كبير مع الفرقه. فهحط طاهر. هتحط طاهر؟ هحط طاهر. طاهر وكهربا وقفشه ومحمد شريف. واعتقد انه مش راضي عن بواليا؟ لسه بواليا ممكن ياخد، بس احنا مش عايزين نستعجل عليه، هو طبعاً. كمان مستعجل. ودي دي هتدخلنا في حته مروان. ما كانت الجمهور ضغطه طبعا يعني جدا الجمهور جدا. يعني مش لا لعيب هايل، كلنا اي حد بيجي الاهلي بيبقى مقدر انه كل لمسه وكل كوره وكل فينش. صحيح. في 80 مليون واقفين مستنيين. هو مضغوط جدا. واحنا مش عايزين نوصله لمرحله الضغط اللي حصل على مروان، انه عايز يجيب كل مباراه جول، ولو خرج ما جابش خلاص نفسيا بيتعب، وبالتالي مش عايزين نضغط على بواليا لانه من اللعيبه المميزه جدا، واللي ان شاء الله هيفرق كتير جدا جدا في الفترات اللي جايه مع النادي الاهلي باذن الله. طيب الاوراق الرابحه طبعا يعني للاسف والف الف سلامه طبعا، احنا مفتقدين جدا كابتن وليد سليمان. طبعا واحد من اهم الاوراق الرابحه، تحطه بقى من البدايه، تحطه تغيير، تحطه زي ما تحطه في وقت ما تحطه مع اي فرقه. الحقيقه الراجل لازم ينزل يكون صاحب بصمه، وبالتالي دي يمكن اكبر خساره للنادي الاهلي قبل المشاركه في كاس العالم. بالتاكيد يعني الف سلامه طبعا على وليد، والحقيقه يمكن وليد انا عاصرته من هو لسه صغير. وليد ما شاء الله دلوقتي يعني كابتن النادي الاهلي مخضرم أيوة. جدا من يعني طبعا هو اخ صغير ليا، ويعني الحقيقه لعبنا مع بعض في فتره في بتروجيت وكان أيوة. لسه صغير، ولما راح النادي الاهلي يعني احنا لسه طبعا على تواصل، اخويا صغير يعني. وبالتالي وليد من اهم فعلا اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، لانه انتماء شديد جدا. اخلاص وتفاني للنادي الاهلي وفي تيشرت النادي الاهلي. ليه بقينا نبص لده؟ لانه بقى يعني حاله نادره يعني، ده عشان بتشوف العكس. ده ايوه بس عشان بتشوف العكس، مفترض انه ده يبقى القاعده والعكس يبقى الاستثناء. لكن لما بقينا نلاقي حاله زي دي بنتكلم عليها، يا سلام شوف يعني، فاهم قصدي ايه؟ انا معاك طبعا، لانه الاغراءات الماديه المبالغ فيها بشكل كبير جدا في الدوري المصري، انا شايف انها مبالغ فيها جدا الحقيقه. ولابد ان يكون هناك تصور، مش عايز تحديد وتقنين لسعر او قيمه اللاعب المصري الماديه طبعا، مش عايز ده، لانه يعني في كره القدم مش موجود. ولكن
السوق الانتقالات في مصر الحقيقه سوق غريب جدا، والانتقالات او المبالغ المبالغ فيها بشكل كبير جدا، او التعاقدات المبالغ فيها بشكل كبير جدا بتاثر بشكل كبير على الدوري المصري. وبالتالي بتشوف طبعا المقارنه دي. كلامك فكرني وانا بفكركم مره ثانيه، لائحه الكفاءه الماليه موضوع احنا وملف احنا فتحناه ومش هنقفله غير لما نعرضه على حضراتكم كامل باذن الله في السادسه. طيب الاوراق الرابحه قلنا وليد، بس وليد غايب، مين تاني ممكن يكون ورقه رابحه جنب؟ يعني في بالتاكيد في حسين الشحات، رغم انه يعني ابتعد شويه عن المستوى، ولكن يعني حسين قادر انه يعود لانه عنده حسين عنده المهارات وعنده الامكانيات البدنيه والفنيه. مروان بالتاكيد موجود، اتشاي موجود، صلاح محسن موجود، يعني كل دي بدائل موجوده، ولكن تمام. يعني الاستعداد بقى النفسي ليهم عشان يقدروا يعوضوا مره ثانيه. طيب. خاصه أهدك. انه البدايل زي ما انت تفضلت قلت في بدايه الحلقه احمد، انه بتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي دلوقتي. طبعا. صلاح محسن لما بينزل النهارده في اكتر من مباراه بيفرق. صحيح. يعني بيفرق كتير مع النادي الاهلي، فاتمنى ان شاء الله ان استعداداتهم تكون دايما في جاهزيه يعني. صحيح. طيب خليني اروح معاك للدحيل. وانت عارف ان الكوره في الخليج في السنوات الاخيره بقى حجم الانفاق والاسماء اللي بيضموها سواء من انديه كبيره جدا، شفنا لعيبه اسماء من العيار الثقيل مخلصه في الميلان ومخلصه في في برشلونه بتروح تلعب في الخليج، شفنا صفقات برضو من العيار الثقيل جايه من امريكا الجنوبيه او من برازيل وارجنتين او من شرق اسيا، فبقى في انطباع كده انه الفرق دي يا جماعه ما بتهزرش. تمام. هل انت شايف انه الدحيل منافس قوي بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل شايف انه ماتش الدحيل مباراه صعبه لازم نحضر لها زي ما حضرنا كده لمباراه الزمالك في نهائي افريقيا او للوداد في قبل النهائي، ولا شايف انه مع كامل الاحترام والتقدير يعني الكره الخليجيه لكن الاهلي بطل افريقيا قادر على تجاوز مباراه الدحيل بالمجهود والاصرار والعزيمه وكل شيء، لكنها مباراه سهل ان احنا نتخطاها وعلينا ان احنا نفكر ونروح لابعد من كده شويه؟ خلينا نتفق ان طبعا يعني الدحيل من الفرق الكويسه الجيده، ولكن بعيد عن النادي الاهلي يعني. خلينا متفقين النادي الاهلي فرق الامكانيات، مش هنتكلم عن تاريخ لان كره القدم ما فيهاش تاريخ بشكل كبير، ولكن في فرق امكانيات، امكانيات لاعبين، امكانيات جهاز فني، امكانيات بدنيه وفنيه وذهنيه وخططيه وتكتيكيه، حقيقه في امكانيات كبيره جدا للنادي الاهلي تفرق كتير عن فرقه الدحيل. صحيح هم كانوا الموسم اللي فات مميزين في الدوري القطري، هذا الموسم هم تقريبا الثاني بعد السد ب 12 او 13 نقطه، ولكن على مستوى حتى الدوري القطري دوري غير مصنف، دوري بعيد عن الاداء الجيد او المميز، وبالتالي اعتقد ان المباراه ان شاء الله هتكون سهله للنادي الاهلي لو اتكلمنا في تركيز النادي الاهلي في استغلال قدرات وامكانيات الفنيه والتكتيكيه والخططيه والذهنيه للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. هيكون في فرق كبير في المستوى بين النادي الاهلي وبين الدحيل. صحيح عندهم بعض اللاعبين المميزين زي دودو، زي معز علي هداف اسيا، وميلسون البرازيلي برضه حتى كوانج سونج ده كيني مش كيني اعتقد انه من كوريا. بعض اللاعبين عندهم اربع او خمس لاعبين مميزين، ولكن انا سمعت ان هم جابوا محترف كيني من اليابان، يعني اللي بسمع انا ما شفتوش يعني، اتفرجت على دودو، اتفرجت على ادميلسون، اتفرجت على المعز، لكن جايبين واحد يعني توب سكورر في الدوري الياباني مدخل 30 جون، فده هم بيدعموا عشان طبعا طبعا عندهم المهدي بن عطيه ورا. لكن الحقيقه يمكن حتى الموسم ده احنا يمكن كنا عملنا احصائيات، بعض الاحصائيات كده عنهم، على قد ما عندهم خط هجوم قوي جدا ويمكن ده ابرز واهم خطوطهم، ضعيف جدا. لكن سجلوا 26 استقبلوا 21 استقبل كتير جدا، فبالتالي بتتكلم على خط طيب. على مستوى كل الخطوط النادي الاهلي افضل يعني، اتكلمنا على مستوى كل الخطوط رغم انه عندهم بعض اللاعبين المميزين، ولكن الكره الجماعيه في النادي الاهلي افضل. السيطره والاستحواذ من الناحيه الخططيه بقى والشخصيه القياديه داخل الملعب للنادي الاهلي افضل بكتير من الدحيل،
وبالتالي ان شاء الله هيفرق كتير جدا هذا ان شاء الله. فرصه يعني كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي، وعارف انه حلم الناس بتستناه من لحظه صفاره النهايه في مباراه نهائي دوري الابطال مع الزمالك، والتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا والنجمه التاسعه. واعتقد انه في ذهن كل لاعيبه النادي الاهلي المشاركه وتحقيق حلم المشاركه في كاس العالم. تقول ايه لنجوم النادي الاهلي اللي جاي لهم الفرصه دي؟ يعني بيتهيألي فرصة ممكن نتمناها تتكرر كتير، لكن ممكن برضو ما تتكررش. محدش ضامن ظروفه. إن وليد سليمان نجم من نجوم النادي الأهلي وبطولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، وللأسف شديد جدا مش موجود في البطولة. صحيح، يعني بطولة طبعا في النهاية بطولة شرفية، و وكل العالم بيتفرج عليها، لأنها يعني أبطال القارات في العالم. كل المتابعة من كل السوشيال ميديا والإعلام والإيجنس الموجودين في العالم لهذه البطولة، والصحف طبعا والمواقع والجرائد، يعني متابعة الحقيقة على أعلى مستوى لهذه البطولة. وبالتالي حلم أعتقد أن كل لاعب في مصر يتمنى أنه يتواجد، خاصة لما يتواجد مع نادي القرن النادي الأهلي. يعني مين النهارده ما يفتكرش، يعني يمكن مثلا هدي لك مثل، بس سيد حمدي مثلا مش من النادي الاهلي بقاله سنين طويله جدا. سيد حمدي احرز هدف، جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي ما تقدرش تنسى هذا الاسم. وبالتالي التواجد في هذه البطوله شرف لكل لاعب، خاصه مع النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان اللاعبين، واعتقد احمد انه لاعبي النادي الاهلي ما بينسوش ده، ودايما حاطين في دماغهم او في بالهم او في تفكيرهم انه اللعب مع نادي الاهلي في هذه البطولات شرف كبير جدا طبعاً. انك بتحمل اسم نادي الاهلي وبتلعب بتيشيرت النادي الاهلي في هذه البطولات بيكون شرف كبير جدا جدا. اتمنى ان نكون نظهر بالشكل المشرف واداء مشرف، وكمان ان شاء الله نتائج ان شاء الله تكون مشرفه امام الدحيل وامام بايرن ميونخ باذن الله ان شاء الله، وتكون عروض ممتعه لكل جماهير نادي الاهلي اللي مستنيين صفاره البدايه وانطلاقه البطوله بفارغ الصبر. شرفتنا ونورتنا، وهنتابع مع حضراتكم مع كابتن اشرف ومع نجوم النادي الاهلي وجماهيره. طبعا مرحله مهمه جدا، انا بشوف انه تقريبا ال 40 يوم اللي جايين دول فيهم كتير من اختبارات القوه، تصادمات بمعنى الكلمه هياخدها النادي الاهلي بدايه من مباراه بيراميدز، وصولا بقى ان شاء الله مرورا بالاول بكاس العالم للانديه، ووصولا طبعا لبدايه مشوارنا في دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا على تشريفك وعلى وقتك. شكرا جدا احمد، سعيد بوجودي معاك، وان شاء الله يكون يعني بدايه موفقه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله من مباراه بيراميدز ان شاء الله للوصول ان شاء الله لمنطقه مشرفه جدا جدا لاسم وقيمه وتاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا جزيلا لحضراتكم على متابعتكم. هنقابلكم بكره ان شاء الله الساده في نفس الميعاد على شاشه الاهلي. تحياتي لحضراتكم.